الحق أن الكارثة أكبر بكثير من إقالة وزير النقل والمواصلات دكتور إبراهيم الدميري أو استقالته. وقد حاولت إقناع الدكتور الدميري بإجراء حوار معنا في البرنامج، ولكنه رفض بإصرار مؤكدا لي أنه قرر مقاطعة جميع وسائل الإعلام، وقال أن التاريخ سوف يثبت كفاءته وإنجازاته، وأنه تحمل مسؤولية آخرين داخل الحكومة. وفي تصور البعض يرى أن وزير النقل متهم بالتقصير، ليس وحده، ولكن أيضا الحكومة متهمة بالتقصير في قضية قطار الصعيد. هل إقالة وزير المواصلات كافية لعدم تكرار مثل هذا الحدث؟ هو يعني ده يعني يمكن أولا هذا امتص غضب الناس، لأن الناس يعني في مصر هنا بتحس أنه بتقع أخطاء كثيرة ولا أحد يحاسب. ده بيحصل نوع من الـ 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 الإحباط ونوع من الغيظ عند الناس. لما حصل يعني استقال الدكتور الدميري أو أقيل زي ما بيقال، الناس حست ارتاحت، يعني لقيت حاجة أهي. لكن أنا لا أحمله هو مسؤولية كل ما جرى، يعني لأنه المرفق كان بتحدث فيه حوادث طويل، حوادث عديدة كثيرة جدا في خلال الربع قرن الماضي، عشرات الحوادث حصلت يعني. فالوضع هو، لكن هو استقالة الوزير يعني دي أرجو أنها تكون بداية لتصحيح الأخطاء، ونأخذها بجدية وما ولا نكتفي بالحتة دي أنه هو استقال والناس أعصابها هديت، أو الناس يعني إلى حد ما ارتاحت لهذا الإجراء وانتهى الأمر. لا، إذا كان الأمر انتهى على كده بكرة تحصل حوادث ثانية أو كوارث ثانية. وهل الإقالة عقوبة؟ ما يخرج وزير ويخرج على المعاش، لكن من يعوض الناس اللي بيبقى رامل وأيتام؟ يعني يقولك الإقالة، الإقالة مش عقوبة. هل لما واحد يرتكب جريمة سرقة رغيف عيش ممكن يقعد يحكم عليه 3 شهور سجن؟ طب جريمة قتل رقم غير معلوم حتى الآن، لا يوجد رقم للقتلة اللي ماتوا حتى الآن. إذن أنت تطالب بمحاكمة وزير النقل والمواصلات السابق، ولا تكتفي فقط بإقالته من منصبه كوزير، وإلا كل مسؤول بقى يرتكب أي جريمة ويستقيل أو يقاتل؟ يبقى إذا كان المطلوب كده بقى كل واحد بقى يسرق بنك وقدم استقالة. الاستقالة لا تكفي، الاستقالة هي استقالة إقالة سياسية، لكن الجانب الجنائي فين؟ المسؤولية التضامنية فين؟ إذن أنت تحمل وزير النقل والمواصلات فقط وحده دون غيره مسؤولية حادث قطار الصعيد. وزير النقل المسؤول المسؤولية السياسية، هو السادة المسؤولين بعده المسؤولين مسؤولية جنائية، والوزير أيضا مشترك سياسي وجنائي. سياسي يقوم يحاسب سياسيا وجنائيا، لأنه هو الرجل المسؤول عن المرفق. ومال هو وزير ليه؟ عشان العربيات تبقى راكبه قدامه الموتوسيكلات ويبقى تحت بيته عسكري وحراسه ويبقى وزير؟ لا، ده الوزير لانه مسؤول. ففين المسؤوليه؟ مين اللي هيدفع ثمن اهدار مئات الارواح من الناس؟ هو اولا استقيل، يعني ما اعتقدش التقليد ده بتاع الضمير الحي ده مش موجود عند الناس دي، فاستقيل. لكن هو استقيل لكي تبدو الحكومة وكأنها جادة إزاء هذه الكارثة، لكن الجدية الحقيقية هي أن يستقال رئيس الحكومة وكل الحكومة تستقال. هناك رأي يقول أن إقالة رئيس هيئة سكة الحديد وإقالة وزير النقل والمواصلات بمثابة أنهم كان كبش فداء للحكومة، تعقيبك على هذه المقولة؟ ممكن أوي، يعني في عقاب الإعلان الاستقالات الناس يعني حدث يعني نوع من الناس انشغلت بهذا الأمر الجديد عليها، لأنه ده يمكن لأول مرة بيحدث في مصر هنا إنه بتحدث كارثة في محيط أحد الوزراء فبيتقدم باستقالته وبيتشال المسؤول الآخر معاه، فالناس حست إن في حاجة جديدة حصلت، فيمكن دي ريحتهم نفسيا، وممكن يكون هو كبش فداء لما جرى خلي الناس تسقط. البعض توجه أيضا
اتهام الى لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشعب انها ايضا مسؤولة لانها الجهة التي تحاسب الحكومة على التقصير في اتجاه هيئة السكة الحديدية ومنها حادث قطار الصعيد. ما هو تعقيبك على هذا؟ ايوه اصل احنا في لجنة النقل كمان بنعمل توصيات والتوصيات تروح المجلس والمجلس يبعتها للحكومة والحكومة تنفذ او ما تنفذش. احنا سلطة رقابة. ايوه احنا سلطة رقابة على الورق، احنا سلطة رقابة نظرية. يعني مجلس الشعب ولجنة النقل والمواصلات ملهاش كلمة على الحكومة؟ ملهاش. احنا نقول للحكومة ازاي؟ اقول لك ازاي؟ احنا نراقب الحكومة من خلال المجلس. المجلس له أغلبية. الأغلبية بتضطر سياسة الحكومة لأنها أغلبية حكومية موجودة. لكن احنا كلامنا أيضا قلنا ومجلس الشعب بيصدق أيضا على توصياتنا ونرسلها للحكومة. لكن هذه الحكومة بتعمل ما في التوصيات؟ أنا بعتقد بقول لستك تفعل ما تفعله لأنها تضمن الأغلبية داخل المجلس.